احنا خلينا ناخذ مداخله هاتفيه من المستشار خالد الفاخري. نعم. الامين العام للجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان. مرحبا استاذ خالد. يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير. مساء النور. استاذ خالد، بدايه، سواء الطفل كان كاذب او صادق، ايش دور جمعيات حقوق الانسان في التقصي عن هذا الخبر وعن هذا الطفل والاجراءات المتخذه معاه وايش قاعد يصير معاه والمفروض كذا تبدا تسوي الجمعيات؟ اي طبعا، بدون شك زي ما ذكرتي انه اي حاله تقصها متعلقه باطفال وسوء التعامل معهم لابد ان يكون في تلمس لاحتياجات الطفل وتوفير الحمايه له، وبالتالي مساله انه توجيه الاتهام للطفل سلوكياته غير جيده او انه غير ولد غير صالح هذا غير مقبول، خاصة انه نظام حماية الطفل يحمي الطفل في عمر معين لحد عمر 18 سنة بضرورة توفير الرعاية والاهتمام ومتابعة شؤونه، ويلقي على عاتق ولي امره هذا الامر، وبالتالي النظام اكد على ولي الامر لما يهمل شؤونه. إن الرقم الذي طلبته غير موجود. للأسف انقطع الاتصال بالأستاذ خالد. طبعا إحنا لسه ما زال في جعبتنا الكثير من الأسئلة، خصوصا عن آليات توظيف مدير فرع لهيئة حقوق الإنسان تابعة للحكومة السعودية، ويكون فيما يبدو من تصريحه اللي صدر أمس ليس لديه صلة بمعرفة أساسيات حقوق الإنسان، تشهير بطفل، ادعاء بأن الطفل سلوكياته سيئة، أمه ما تبغاه وأبوه ما يبغاه. خلينا نرجع، مهما كان الطفل سواء كاذب أو صادق في الأخير أنت ما تقرر، لازم تتقصى الحقائق. طيب أستاذ خالد قطع الاتصال، نرجع نكمل موضوعنا. أنا بدي أسألك يعني بشكل شخصي، على اي اساس بما انك في هيئه في الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان وهي اهليه معروفه، على اي اساس يتم اختيار مدير فرع جمعيه او هيئه حقوق الانسان وهو ليس لديه، فيما يبدو من التصريح اللي صدر عنه، ليس لديه معرفه بالحقوق الاساسيه وكيف وايش هي شغل اصلا حقوق الانسان، فكيف تم اختيار يعني هذا الشخص بهذا المنصب؟ يعني اسمحي لي، انا اول شيء ما احب اني اخوض في هالمساله لانه هذا امر خاص بجهه اخرى، ولكن فيما يتعلق في المعايير الاساسيه لاختيار العاملين في حقوق الانسان لابد ان يكونوا مطلعين على الانظمه وعندهم يعني اطلاع على الوضع الحقوقي في المملكه، بالاضافه انه يكون عندهم الحس الانساني للتعاطي مع القضايا الحقوقيه. بالضبط. طيب يعني استاذ خالد، هو الحين قال ان الطفل كاذب، انا معك، ومثلا هذه جهه ثانيه ما راح نتدخل في كيف اختاروا مثلا، كمان معك، لكن لما جاء قال ان الطفل كاذب، هل هو تقصى هذه المعلومات والحقائق قبل ان هو يشهر بالطفل؟ جيد، النظام حمايه الطفل اكد على انه النيابه العامه هي اللي تتولى عمليه التحقيق في جرائم النظام، وبالتالي اذا تم رصد انه طفل زي ما سمعنا في التصاريح الصحفيه انه اخلاقه سيئه او ان الطفل سيء، هيئه النيابه العامه هي اللي تتولى عمليه التقصي، ولما تتقصى وتكتشف ان الطفل فعلا سلوكياته سيئه، ايش الحل؟ الحل انه يساءل ولي امره كيف انه خلى الطفل يوصل هالمرحله؟ ليش؟ لانه من الاساسيات في النظام انه اهمال الطفل وعدم توليه الرعايه المناسبه يلقي عائق المسؤوليه على ولي امره، وبالتالي ولي الامر مسؤول مسؤوليه كامله على تنشئة الطفل وتأهيله التأهيل السليم بما يجعله عنصر فاعل في المجتمع. صحيح. طيب يعني أستاذ خالد، أنت تعتقد يعني من جوابك أنه صار في تقصي عن الحقائق؟ احنا في يعني المشكلة يعني في بعض وسائل الإعلام أنهم يخلطون ما بين جهتين، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي حقوق الإنسان. احنا في الجمعية ما زلنا نتابع وضع الطفل، ما زلنا نشتغل على ضمان توفير رعاية مناسبة له، ما زلنا نبحث على توفير الضمانات الكفيلة ب يعني حماية الطفل ويعني تنشئته التنشئة السليمة اللي تتوافق مع عمره من حيث صحته، تعليمه، البيئة اللي يعيش فيها، لأنه مو معقول انه يكون طفل دون 18 سنة وأخلاقيته سيئة أو صحته تعبانة أو بعيد عن مقعد التعليم. جميع هالأشياء هي مسؤولياتنا كجهات حقوقية، ما عداها جرائم في اشكاليات قد تقع من الطفل، النيابه العامه تتولى التقصي لتوجيه الاتهام من يقع على عاتقه، هل السلبيه اللي ادت الى انحراف الطفل عن مساره السليم اللي قد يؤدي الى يعني مزيد من الانحراف. نعم. نعم، المستشار خالد الفاخري، شكرا لك.